اهلا بكم من جديد مع هيثم في ممشى اهل مصر. طبعا انا سعيد جدا جدا ان اول جوله ليا واول ممشى ليا بالراحه شويه حق سعيد انها تكون هنا في ممشى اهل مصر. انا سعيد جدا بالجوله دي. انا كنت جاي بالمناسبه عشان سمعت ان في معرض هيتعمل الفتره اللي جايه يوم 1 و2 و3، لو تريح شويه حق سعيد، يوم 1 و2 و3 اللي جاي ان شاء الله في معرض هيقام هنا على ممشى اهل مصر. المعرض اسمه معرض بيزنكس. المعرض ده بالتاكيد هيزوره كل اهل مصر، لان الممشى عليه اقبال كبير جدا وبالذات الفتره اللي بتاعت اخر النهار. المعرض انا كنت جاي عشان احجز في المعرض، وانا فعلا هشارك في المعرض. يمكن ده اهم خبر، شركتنا اتش اي سي جروب هتشارك في معرض بيزنكس اللي هيقام هنا على ارض ممشى اهل مصر يوم 1 و2 و3 ديسمبر الجايين ان شاء الله. المعرض معمول لمين؟ هو معرض ومؤتمر في نفس الوقت، حدثين في وقت واحد. هو معرض لكل الشركات التجاريه اللي عندها براندات، عندها فرانشايزز، عندها، والشركات اللي بتقدم خدمات السيرفيس بروفايدرز زي شركتنا كده، والشركات اللي شغاله في الريال استيت وعايزه تعلن عن المشاريع بتاعتها. وايضا مؤتمر هيكون فيه رواد اعمال كبار وناس متخصصين في البيزنس هيشاركوا في المعرض والمؤتمر اللي هيعقد يوم 1 و2 و3 هنا على ممشى اهل مصر. طبعا انا بشكر الشركه المنظمه، شركه كونسل في الاساس اللي هي اللي بتدير ممشى اهل مصر، وشركه بيزنكس اللي بتنظم المؤتمر او بتنظم المعرض ان شاء الله اللي يعقد يوم 1 و2 و3، وانا هكون موجود واتش اي سي جروب هتكون موجوده في المعرض. عرفتوا ليه انا لسه قاعد مش عارف ارجع الصين؟ لكل شويه بلاقي فرصه جديده وفرصه كبيره موجوده هنا في مصر. بالمناسبه وانا بتعاقد على البوس، على فكره لسه في اماكن، يعني انتوا اتعودتوا مع هيثم في الصين لما بيكون في فرص كويسه انا بقول لكم عليها. انا مش باخد الفرصه ليا بس، لا انا بقول لكم زي ما انا اشتركت النهارده في وخدت بوث مساحه كويسه، برضو لسه في مساحه للشركات اللي عايزه تعرض. ولذلك انا عارفه ان بيتابع هيثم في الصين الناس اللي مهتمه بالبيزنس كويس والشركات اللي بتتفرج عليا. اي لو انت شركه شغال في مجال التجاره، عندك علامه تجاريه او عندك براند عايز له حد ياخد الفرانشايز بتاعه، او عايز تعلن على المنتج بتاعك، او بتقدم خدمات اي سيرفيس بروفايدرز، او شغال في الريتيل، او شغال في الاستثمار العقاري كل ده الريال استيت، كل المعرض معمول ليهم وفرصه ان انت تقدر تاخد بوس. انا سالت اداره الشركه قالوا يعني في مساحات خلصت وفي بعض المساحات لسه موجوده. الشركه اسمها بيزنكس، هنحط بياناتها كلها في التعليقات وهنرفقها على راس البوست، تقدروا تتواصلوا معاها. الشركه مقرها في النايل تورز او نايل تاور اللي هو ابراج النيل اللي قدام ممشى اهل مصر مباشره. الكبيره دي هتخش البرج الشمالي الدور الثامن، شركه ممشى اهل مصر او شركه كونسل هتخش وتحجز معاهم البوس اللي انت عايزه، اللي عايز تاخد المساحه بتاعته يوم 1 و2 و3. هيكون طبعا عليه اقبال كبير جدا، وهم بيبتدوا لسه هيعملوا حمله اعلاميه عليه كبيره قوي، ففرصه ان انتوا تشاركوا في المعرض. وان شاء الله انا هكون موجود وهشارك في المعرض، وشركه اتش اي سي جروب وهيثم في الصين هيشارك في المعرض ان شاء الله. بصراحه يمكن انا سعيد جدا ان فرصه ان انا اكون موجود، يمكن دي المشاركه الثانيه لينا ان احنا هنكون مشاركين في معرض ببوس لينا ونعرض خدماتنا والمنتجات والخدمات اللي هيثم في الصين بيقدمها كلها. طبعا هيبقى معرض تحفه، لان طبعا عليه اقبال كبير جدا، لانه هينعقد في مكان هو الاشهر في مصر كلها وهو ممشى اهل مصر. طبعا كل الناس اللي بتتابع هيثم في الصين اكيد عارفين كويس قوي مكانه الممشى ووضعه عند المصريين واقبال الناس عليه قد ايه. الممشى يمكن انا اول ما بالمناسبه اول زياره ليا في الممشى، وانا بشكر بصراحه شركه كونسل وشركه بيزنكس اللي منظمه المعرض واللي بتدير وبتشغل الممشى هنا على حسن الاستقبال وحسن الضيافه لهيثم في الصين، وان انا اول جوله ليا تكون بهذا الشكل وهذا التقدير وهذا الاحتفاء. الممشى اهل مصر زي ما بيقولوا بيحبوا اهل مصر كلهم، والمكان ما شاء الله عليه اقبال وعليه زخم وعليه طبعا واخد شعبيه كبيره جدا كلها في مصر. ففرصه لي الناس، اولا الكلام موجه للشركات، الفرصه لرواد الاعمال ان انت فرصه. طبعا انا سالت على فكره على الاسعار لان انا هشترك وهشارك في المعرض، فلقيت بصراحه الاسعار يعني بيني وبينكم والله انا شايفها كويسه جدا 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 جدا. يعني انا تخيلت هيقولوا لي مثلا مبلغ كده، قالوا لا ده معرض 3 ايام،
فانا اعتقد دي فرصه كويسه جدا ان الناس رواد الاعمال والشركات واصحاب الخدمات والسيرفيس بروفايدرز والناس اللي شغالين في الريال استيت يعرضوا خدماتهم. انا اعتقد يعني فرصه الحقوا لانه الاماكن فعلا قليله. يمكن انا استخدمت برضو بعض العلاقات عشان ان شاء الله اتواصل مع الشركه المنظمه للمعرض اللي هي في نفس الوقت اللي بتدير ممشى اهل مصر وهي شركه بيزنكس. انا بتكلم على تاني مره تانيه على معرض ومؤتمر. المعرض اسمه بيزنكس هيعقد يوم 1 و2 و3 ديسمبر. طبعا كلامي ايضا موجه لي موجودة في مصر، السوريين والتجار اليمنيين والتجار العراقيين، وايضا في تواصل مع الشركات الصينية انها تكون موجودة وبشارك في المعرض ايضا. فبصراحة انا شايفها الحمد لله فرصة كويسة. لو في بقى انا ممكن اشوف تعليقاتكم لو في اي تعليقات. انا شايف تعليقات ما شاء الله الناس عليكم السلام اهلا وسهلا. انا بوطيه حاضر اهو. فرصه لو في اي استفسار تاني مره تانية، الشركه اللي بتعمل المعرض او بتنظمه هي نفس الشركه اللي بتدير ممشى اهل مصر وهي شركه كونسل. هما شركتين، شركه كونسل وشركه بيزنكس. طبعا سهل جدا، هنحط بيانات التواصل معاها عشان تقدروا تتواصلوا معاهم. وحتى لو انت جيت هنا على ابراج النيل اللي قدام ممشى اهل مصر البرج الشمالي الدور الثامن، شركه ممشى اهل مصر، انتوا شايفين ابراج النيل اللي انتوا شايفينها قدامكم دي، سهل جدا ان نلحق ان انت تتواصل معاهم وتحجز البوث اللي انت عايزه. في مساحات بتبدا من 9 متر و12 متر و15 متر على ما اظن. انا شركتي اتش اي سي جروب خدنا بوث وهنشارك في المعرض ونكون موجودين ان شاء الله. ويمكن انا مبسوط جدا ان انا يعني زي ما بيقولوا هتواصل مباشره مع اهل مصر كلهم اللي بيزوروا الممشى واللي هيكونوا موجودين في المعرض في ذلك الحين. فرصه كبيره جدا لان الشركات هم فاتحين المجال للشركات اللي بتقدم خدمات، اي خدمه بصفه عامه، سواء بتقدم خدمات سياحيه، خدمات تجاريه، خدمات اي نوع من الخدمات. وفي نفس الوقت في بنوك مشاركه، اللي انا عرفت ان في بنوك كتير مشاركه ما شاء الله، وفي شركات كبيره براندات كبيره مشاركه، مش عايز اقول اسمائهم لان يعني دي كان حاجه يعني كان حوار ودي كده مع اداره الشركه لما قالوا لي البراندات اللي مشاركه والاسماء عملاقه كبيره في مصر كلها مشاركه في المعرض هتكون موجوده. المعرض يوم 1 و2 و3، معرض بيزنكس التجاري الدولي، وهيكون في مؤتمر في نفس الوقت موجود. لو في اي اسئله والناس طبعا تعمل شير ومشاركه، الناس اللي قاعده تعمل شير ومشاركه للبث المباشر يوصل لاكبر عدد من الناس. طبعا انا سجلت الحمد لله وخدت بوث وهكون مشارك شركتنا اتش اي سي جروب، وهكون موجود في المعرض ان شاء الله عشان اقدم مجموع خدمات، كل خدمات اتش اي سي جروب اللي بنقدمها في مصر وفي الصين وفي عده دول اخرى. وفرصه طبعا زي ما قلت لحضراتكم لرواد الاعمال والتجار اللي عايزين يعرضوا منتجاتهم، يعرضوا برانداتهم، يعرضوا فرانشايز بتاعتهم، يعرضوا خدماتهم، يعرضوا الناس اللي شغاله في الريال استيت، الناس اللي شغاله في السيرفيس بروفايدرز شغاله في الخدمات ايضا يقدروا يشاركوا في المعرض ده. يمكن انا استاذنت الاداره الشركه بصراحه، قلت لهم لما انا اشتركت يعني فقلت لهم يعني لسه في اماكن، قالوا في اماكن. قلت ممكن اعلن لكل متابعي هيثم في الصين ان الناس كل اللي قلت لهم اللي بيتابع هيثم الناس اللي هم عندهم شركات وشغاله في البيزنس، لانه بصراحه طبعا المكان بتاعه طبعا يعني خطير جدا. يعني المعرض هيقام في الممشى على ارض الممشى، ويوم 1 و2 و3 ديسمبر اللي جايين ده، فطبعا هيبقى عليه اقبال كبير جدا، هيبقى عليه اودينس وناس اتندس هيحضروا كتير جدا جدا جدا. وطبعا لان المكان بياخد المعرض بياخد قيمته من المكان نفسه اللي بيتعمل فيه المعرض. في نفس الوقت طبعا مدعوم من الدوله بالتاكيد ومن جهات في الدوله، وفي نفس الوقت ايضا هيحضر فيها هيكون في مؤتمر في نفس الوقت. المؤتمر بينعقد على يعني على نفس مع اقامه المعرض. المعرض من 10 صباحا لحد 11 مساء بالليل، يعني واخد طول اليوم بتاع الممشى، وطبعا معمول له زخم كبير جدا. ففرصه لكل متابعي هيثم في الصين والجاليات العربيه اللي موجوده، السوريين اللي موجودين بيتابعوني والعراقيين واليمنيين وايضا المصريين، اي حد عنده نشاط تجاري عايز يشارك في معرض ويظهر للناس يتفضل يلحق يشترك في المعرض ده. وطبعا احنا قلنا الشركه المنظمه، انا قلت من شويه اسمها شركه بيزنكس اللي هي بتدير ايضا الممشى، وموجوده في ابراج النيل في البرج الشمالي الدور الثامن، تقدر توصل لهم بكل سهوله وتلحق. على فكره انا عرفته عدد البوثات يدوب عدد لا يتجاوز اصابع اليد بالمناسبه. يمكن انا مش بسوق لاداره المعرض نفسها لان هم خلاص كل قالوا لي كل اللي فاضل 8 بوثات، انا لحقت خدت بوث الحمد لله. وفرصه بقول لكم عشان يبقى ايه يعني حد بيقول لي انت ما قلتلناش ليه، انا قلت لكم
الناس اللي ليها رغبه او عندها، والله سعره يا جماعه مش هقدر اقول الاسعار، لكن سعره قليل جدا بالمقارنه بالمعارض اللي احنا بنسمع عنها. ليه؟ لانه اللي منظم المعرض هي نفس الشركه اللي بتدير الممشى، فهم مش هيدفعوا فلوس لحد، فعشان كده تكاليف البوث واللي انا شايفها قليله جدا وشايفها فرصه اوبورتيونيتي، ويعني فرصه كويسه قوي. الحقوا تواصلوا معاهم. انا لو في اي اسئله اتفضلوا عرض، لا ما اعرفش والله بقى، اللي بيقول لي معدات تقيله اسالهم اذا ممكن تعرض معده او لا، انا ما اعرفش. ايه تاني؟ انا زرت الممشى اكتر من مره، جميل جدا طبعا يا حاج صلاح ربنا يخليك. لو في اي اسئله اتفضلوا، وانا معانا حتى يعني معانا هايدي، انا بشكرها جدا على المجهود اللي عملته. هايدي جايه من اداره الشركه وبترافقني بصراحه، هي اللي منظمه التور الجوله كلها، فانا بشكرها جدا يعني على الهوا يعني. ايه تاني؟ لو في اي اسئله اتفضلوا، حد عايز يسال على حاجه انا موجود معاكم لو في اي اسئله. طبعا بيانات الشركه هنحطها دلوقتي، احنا عاملين منشن يعني سهل جدا تخشوا، احنا انا عامل منشن من فوق على الصفحه بتاعه بيزنكس، الصفحه بتاعه شركه بيزنكس سهل جدا تدوس عليها فهتدخلك على الصفحه بتاعه بيزنكس اللي بتنظم المعرض واللي بتدير الممشى، وتقدر تتواصل معاهم عن طريق الماسنجر او ارقام تليفوناتهم، او زي ما قلت لك كده تيجي ابراج النيل اللي قدام الممشى مباشره، البرج الشمالي الدور الثامن، تخش تتواصل معاهم على طول. الشركه اسمها كونسل او شركه ممشى اهل مصر، تقدر تتواصل معاهم على طول مباشره ان شاء الله. طيب لو في اي اسئله يعني انا معاكم، لو في اي اسئله بسرعه اسالوني. طبعا انا بقدم شكر مره ثانيه لشركه بيزنكس وكونسل على ترتيب الرحله بتاعتي الجميله دي. ما شاء الله الممشى انا بقالنا تقريبا نص ساعه ماشيين، وماشيين بال يعني ورغم ذلك ما شاء الله مخلصي، فالممشى كبير قوي ما شاء الله، انجاز جميل جدا وبصراحه حاجه جميله جدا. شكلنا رجعنا خلاص للنهايه فعلا وبنلف. لو في اي اسئله انا معاكم. سلام عليكم. هل يوجد تجار الزجاج كوبايات؟ والله انا ما اعرفش، لكن اي حد هم عاملينه للناس اللي عايزه تعرض منتجاتها يا استاذ يوسف، والناس اللي عايزه تعرض خدماتها، والناس اللي عايزه تعرض في شغال، الناس اللي شغاله في مجال الريال استيت، الناس اللي شغاله في مجال الخدمات، الناس اللي شغاله في مجال البراندات واللي عندهم علامات تجاريه واللي عايزين يعلنوا حتى عن منتجاتهم. بص انت اسال على المعرض وشوف، قول لهم انا شغال في كذا، ينفع اعرض؟ شوف هيقولوا لك ايه، لانه فرصه طبعا هتلتقي بقاعده كبيره جدا من الجماهير ومن الناس. انت متخيل الممشى طبعا انت عارف شهرته قد ايه، وانا ما اعرفش ساعتها برضو هيكون الدخول ساعتها عامل ازاي. اصبح كل اهتمامك اقتصاد مصر. طبعا انا مش مختلف يا محمد يا لريفي، هو بالاساس طبعا ما يهمني رقم واحد اقتصاد مصر انها بلدي. لكن انا لو اي حد كلمني هقول له يعني، لو اي حد قال لي حاجه انا هقول له، لو اي حد في دوله ننزل ممكن ننزل كده. طبعا المنظر هنا بصراحه انا بشكر المخرج اللي واقف معايا، لانه بصوا بقى تخيلوا مع الشراع المركب الماشيه في النيل، مع الهيلتون من ورانا، مع نهر النيل في التوقيت ده، انا اعتقد يعني المنظر جميل جدا، الممشى جميل جدا، الناس اللي موجوده كلها اصلا مبسوطه ما شاء الله، وانا مبسوط جدا بصراحه ان انا موجود في ممشى اهل مصر. واتمنى ان شاء الله. طبعا انا في اي اسئله انا بقرا التعليقات، لو في اي اسئله اتفضلوا. استاذ يوسف صدقي، احنا قلنا سهل جدا، يبقى انا بعلن عن فرصه دلوقتي، انا ان شاء الله معرض بيزنكس، في معرض اسمه بيزنكس هينعقد يوم 1 و2 و3 ديسمبر هنا على ارض ممشى اهل مصر على كورنيش النيل. المعرض تجاري اللي هيعرض فيه الشركات التجاريه اللي عندها منتجات، اللي عندها فرانشايزز، عندها علامات تجاريه، عايزه الناس اللي عايزين ديستريبيوترز، الشركات اللي عايزه موزعين. فانت لو جيت انت كعارض فرصه طبعا للناس الشركات، انا الكلام ده بوجهه دلوقتي للشركات عشان تيجي تعرض، الحق خد لك الكام بوث المتبقيين، لان هم العدد البوثات المتبقيه. انا عايز اقول لكم والله موقف حصل، لما بقول لهم انا عايز المجال بتاع السيرفيس بروفايدرز عشان انا مقدم خدمه، فقالوا لي والله ما فيش مكان، يعني هو في تقريبا يعني بوث واحد ويعني كان حد بيتكلم عليه بس لسه ما اكدش. فانا قلت لهم خلاص انا باكده يعني، فاكدت عليه وانا قاعد الحمد لله واتفقت وخدت البوث. فانا قلت لهم يعني لو ينفع ان انا اقول للمتابعين ان لو في، قالوا الناس اللي تلحق يعني، ففرصة للناس التجار وأصحاب العلامات التجارية ومقدمي الخدمات وأصحاب الفرانشايزز والعلامات التجارية، وأيضا الناس اللي شغالة في الريال استيت شركات، الحقوا لو أنتوا حابين تشاركوا في المعرض وتكونوا موجودين فيه واحجزوا في المعرض، والحقوا خدوا بوث
ويشاركوا معرض. اعتقد ان شاء الله انا متوقع هيكون معرض كبير وعليه اقبال كبير جدا، وفرصه الناس اللي عايزه تلتقي بالجماهير وتلتقي بالناس، اعتقد مفيش مكان احلى من كده. وانا بصراحه بقول لكم فرصه الكوست بتاعته قليله جدا يعني. الممشى حتى استاذ صلاح الدين الحمري بيقول لك الممشى ملتقى تسويقي رائع جدا وجودك مهم جدا. والله يا استاذ صلاح ده اللي خلاني جيت جري بصراحه يعني. انا كنت اصلا يعني في مشوار تاني بعيد، وبصراحه لما عرفت المعلومه فجيت بسرعه بصراحه عشان الحق، والحمد لله لحقت، والحمد لله خدت مكان الحمد لله في المعرض واكون موجود فيه. وطبعا بادعي كل المتابعين ان هم ييجوا يحضروا المعرض عشان تلتقوا اولا مع هيثم في الصين، وانا هكون موجود في المعرض، وفي نفس الوقت تلتقوا بيه. طبعا الشباب بقى اللي عايزين ياخدوا فرانشايزز، عايزين ياخدوا علامات تجاريه، عايزين ياخدوا توزيع، هيكون موجود ايضا شركات في الريال استيت، هيكون موجود بنوك عارضه استثمار، هيكون موجود شركات براندات كبيره انا شفتها. ففرصه ان شاء الله ان انتوا تلتقوا وان انتوا انا مش عايز اطول عليكم، لكن بحاول ان انا اغطي لكم كل الفعاليات اللي اقدر عليها هنا على ارض مصر، وفرصه وانا موجود في ممشى اهل مصر، وايضا كل الفرص اللي متاحة اللي أنا حتى لو أنا خدت فرصة بقول لكم عليها، اللي أنا خدت فرصة يا جماعة وفي مكان الحقوا اتعاملوا معاها، وإن شاء الله تتواصلوا إن شاء الله. أنا عامل منشن للشركة بيزنكس اللي بتنظم المعرض، وفي نفس الوقت أيضا طبعا أنا قلت العنوان بتاعهم قدام الممشى مباشرة، أبراج النيل البرج الشمالي الدور الثامن، الشركة اسمها بيزنكس اللي بتنظم المعرض وهي اللي بتدير الممشى أيضا وبتشغله. ففرصة للناس اللي عايزة تتواصل معاهم. أنا سعيد جدا بصراحة يعني، المنظر ده جميل قوي تحفة، هو أصلا بتهيألي أحلى منظر في مصر كلها، إن أنت تقف على كورنيش النيل في الغروب ومركب شراعية في الخلفية والأبراج من وراك. فأنا بصراحة بيتهيألي الواحد مش هيلاقي يعني منظر أحلى من كده. أنا بقدم الشكر الجزيل مرة تانية لشركة كونسل وشركة بيزنكس. شركة كونسل هي اللي بتدير وبتشغل ممشى أهل مصر، وشركة بيزنكس هم شركتين شركة واحدة طبعا، هي نفسها اللي عاملة المعرض وبتنظمه. فأنا بشكرهم على الترحاب وحسن الاستقبال وحسن الضيافة وحسن التقدير لهيثم في الصين. ويمكن الطريف ايضا وانا داخل الشركه فلقيت يعني اول واحده يعني في فريق العمل في الستاف موظفه، اول واحده شافتني قالت لي ايه ده استاذ هيثم، ده انا متابعاك، ده انا كذا. يعني جميل جدا ان اما الاقي برضو متابعي هيثم في الصين. الحمد لله يعني عددهم كبير، كل ما بنمشي في اي مكان في المناسبات العامه بلاقي يعني بلاقي حد يعني بيقول لي ده احنا هيثم. فأنا بصراحة سعيد جدا لحاجة زي كده. الناس بتقول لي إن أنا بقدم قيمة مضافة ودايما بفيدهم، دايما بقدم معلومات كويسة. فأنا دي حاجة تسعدني جدا وتسلك صدري، إن دايما يا رب يا رب يجعلنا مفاتيح خير، يا رب دايما كده يا رب يحفظ بلدنا. بلدنا فيها فرص كتير قوي، وفيها كنت بالمناسبة يمكن وأنا كنت بوقع العقد معاهم، فكان في حد شركة سعودية كانت بتاخد بتأجر بوث أو اتنين تقريبا في نفس المعرض يعني، فرجل اعمال سعودي، فيمكن ان شاء الله احاول اصور معاه، اسمه الاستاذ صالح. فالمهم ايه، الشهيره اللي هي الموظفه اللي بتتابعني يعني، فبتقول له ده انا عايز اروح الصين، قال لها مصر بلدكو فيها كل حاجه والله العظيم. وراح قال لها يا بنتي انا سعودي، والله قال هذا الكلام، قال لها انا رجل اعمال سعودي جاي من السعوديه جاي مصر عشان اعمل بيزنس في مصر عشان اشتغل في مصر، لان بلدكم فيها حلوه وفيها فرص حلوه. فاما تكون دي نظره يعني اخ مواطن عربي ولكن من دوله تانية، فبالتاكيد وانا قلت قبل كده بمنتهى الصراحه وبقول مره تانية وثالثه ورابعه، ما يميز، خلينا نتكلم بمنظور حتى اقتصادي وليس من منظور عاطفي، من منظور اقتصادي بحت، ايه البلد اللي فيها اكبر نسبة ان يكون فيها بيزنس وفرص تجارية او فرص بصفة عامة يعني؟ هي البلد اللي فيها قوة شرائية كبيرة. انت عندك مصر فيها بلد فيها 110 او 120 مليون بني ادم، هتلاقي ثروة قومية اكبر من كده ايه؟ ان انت يعني تعمل، عشان كده بقول لك اي حد بيفتح بيزنس في مصر بيكسب ويشتغل، ليه؟ عشان في قوة شرائية كبيرة موجودة. هي دي نقطة الفيصل في الموضوع كله. عشان كده أهلنا السوريين لما جم مصر مبسوطين وفرحانين ليه ونجحوا ليه؟ عشان البلد فيها قوة شرائية، ما يفتح مطعم هنا هيشتغل، يفتح مصنع هنا هيشتغل، يفتح محل ومعرض هنا هيشتغل.
هي دي اللي انا عايز اوجهه للشباب. انت بس شباب ايه محتاج ان هو يعني يطلع من فكره ومن دماغه الفروستريشن او شويه الاحباط اللي ساعات بيجوا. لا صدقني مهما كان في صعوبات، مهما كان في مشاكل، بس برضو الفرص موجوده وستظل موجوده. بلدنا حلوه وفيها فرص حلوه وفيها اماكن احلى واحلى واحلى. انا مبسوط جدا مره اخيره للناس اللي لسه داخله، انا هنا كنت بتعاقد مع الشركه المنظمه لمعرض اسمه بيزنكس، ان شاء الله هيعقد يوم 1 و2 و3 ديسمبر اللي جاي، معرض بيزنكس انا هشارك فيه، اتش اي سي جروب شركتنا هتكون عارضه في المعرض ان شاء الله. وانا بدعي كل الشركات كمان انها تشارك، لسه في فرصه في اماكن في المعرض، شاركوا. المعرض هينعقد هنا على ممشى اهل مصر لشركات التجارية وأصحاب العلامات التجارية والفرنشايزز والموزعين وأصحاب المنتجات، وأيضا الشركات اللي شغالة في الريال استيت والاستثمار العقاري، وأيضا الشركات اللي شغالة في الخدمات، خدمات استثمار، خدمات تجارية، خدمات أي نوع من الخدمات. فرصة ان انتوا تشاركوا في المعرض. شركة المنظمة اسمها شركة بيزنكس او كونسل، هي اللي بتشغل برضو ممشى اهل مصر، مكانها في ابراج النيل اللي في وش الممشى مباشره، البرج الشمالي الدور الثامن، شركه بيزنكس او شركه كونسل. وانا عامل لهم منشن على على الكابتشر فوق، ممكن تدوسوا وتخشوا تتواصلوا معاهم، وهنحط لكم البيانات بتاعتهم، تواصلوا معاهم. اشوفكم في يوم 1 و2 و3 ديسمبر هنا في ممشى اهل مصر في معرض بيزنكس، وهكون موجود، وهيثم حسين هكون عارض فيه وسبيكر على المنصه اللي هتتعمل عليه. اشوفكم على خير، وكل سنة وانتم طيبين، وربنا يحفظ بلدنا والمية الحلوة بتاعتنا الجميلة. دمتم بخير، متنسوش تعملوا شير ومشاركة للبث المباشر يوصل لأكبر عدد من الناس. أشوفكم على خير إن شاء الله، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.